للمزيد من التعليق والتفصيل والتحليل ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات. سيد ماركو، أهلا بك، ونحن نشاهد معا هذه الصورة التي تأتينا مباشرة من فلوريدا حيث مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق دونالد ترامب، وأن الشرطة قد قالت إنها قد ألقت القبضة على المشتبه به وأن ترامب لم يكن هو المستهدف. كيف تقرأ هذا الخبر، خصوصا أن عمليات إطلاق النار في مناطق وجود ترامب هذه للمرة الثالثة؟ تحياتي لحضرتك يا فندم والأستاذ المشاهدين. أنا أعتقد إن ما يحدث الآن، خاصة مع تهديدات أمنية تخص الرئيس ترامب بنفسه وسلامته، أعتقد هي نتيجة للمخاطر التي أعلنت عنها وزارة الأمن القومي الأمريكي العام الماضي، بأن هناك كثير من المخاطر تحيط بالسياسة الداخلية الأمريكية وخاصة بالعملية الانتخابية في عام 2024. ولكن الأهم أن هناك كثير من القصور الأمني الخاص بالحرس الذي يقوم بحماية ترامب. رأينا أيضا هذه الحادثة حدثت أول مرة عندما تم إطلاق النار على الرئيس ترامب في ولاية بنسلفانيا، وكان قاب قوسين أو أدنى كانت تصيبه إصابة مباشرة. وأيضا نتحدث الآن عن تقارير تأتي نتيجة للتحقيق عن هذه الحادثة، وتقول أن كان هناك قصور أمني وأن هناك المفاجآت الذي يحاول الكونجرس أو يحاول أعضاء الحزب الجمهوري محاولة معرفتها أو الكشف عن سرية التحقيقات التي تخص بهذه الحادثة. فإذا كنا نتحدث عن حادثة ثانية قبل نشر هذه التحقيقات، فأنا أعتقد أن هناك يعني استهداف مباشر لشخص الرئيس ترامب، وهناك أيضا يعني استمرار كبير جدا من هذه الشخصيات أو من هذه الجهات لا نعلم عنها شيء حتى الآن. ولكن بالطبع هذا استهداف سياسي، استهداف لشخصية سياسية مرشح حزب الجمهوري، وهو أيضا رئيس سابق للولايات المتحدة. فبالطبع كما كنا في الحادثة الأولانية، يجب على الرئيس بايدن الآن الخروج والتحدث إلى الأمريكيين، وأيضا معرفة ما هي أسباب الحادثة الأولى لكي أيضا نعرف ما هي أسباب الحادثة الثانية. أتحدث عن القبض عن من قام بهذا العمل، هذا شيء جيد، فإذا يعني ننتظر نتائج التحقيقات معه. هذا طبعا على عكس تماما من الحادثة الأولى تم قتل المنفذ على الفور. يعني وأنت تتحدث الآن سيد ماركو، هنالك خبر أيضا من وسائل إعلام أمريكية تتحدث بأن ترامب هو مستهدف وفق مسؤولين أمريكيين، مستهدف في هذه العملية، وتقول بأن إطلاق النار يعني جاء في منطقة هو موجود، رغم أنها تقول أيضا الشرطة الأمريكية لا إصابات بإطلاق النار. ولكن هنالك وجهة نظر أخرى سيد ماركو، تقول إن هذه الحوادث ما دامت لم تؤثر على ترامب ولكنها تساعد في رفع منسوب مشجعيه ومؤيديه، وبالتالي ربما تكون حادثة مفتعلة. يعني هو سؤال جيد جدا فندم. هو بالطبع يعني عند حضرتك حق بأن هذه الحوادث تساعد ترامب في يعني ارسال رسائل الى الناخبين السياسيين بان الرئيس ترامب مستهدف شخصيا، مستهدف جسديا، وان هذه الحوادث بالطبع تؤثر على عواطف الناخب الامريكي، وبالطبع هذا يؤثر بالطبع على استطلاعات الراي ونتائجه في الانتخابات القادمه. ولكن عندما كنا نتحدث ايضا عن ان الرئيس ترامب كان هو ايضا، هناك كانت احاديث تقول ان الرئيس ترامب او حملته ايضا دبره الحادثة الأولى، ولكن الآن نتحدث عن نتائج تقارير استخباراتية من الولايات المتحدة وأيضا من مجلس الأمن مجلس الشيوخ تتحدث عن أن هناك كثير من الأخبار المفاجئة للشعب الأمريكي، وأن النخب أو الأعضاء الحزب الجمهوري أنفسهم في الكونجرس يحاولون كشف السرية عنها. فإذا كان الرئيس ترامب قام بتدبير هذه الحوادث، أعتقد أن يعني من الأقدر أن أعضاء الحزب الجمهوري كانوا يحاولون أن تكتيم الوضع، ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب لم يكن بفعل ذلك. هو هناك كثير من يعني الحديث عن تقارير وزارة الأمن الداخلي والتقارير الأمنية تقول نعم، يعني CNN هي التي نقلت هذا الخبر فقط للتوضيح، وكان أيضا عاجل على قناتنا الآن، مسؤولون يعتقدون أن ترامب كان المستهدف بعملية إطلاق النار. ربما هذه العجلات أو السيارات التي نراها الآن ربما تتبع الخدمة السرية في ولاية فلوريدا. طيب سيد ماركو، إن كان الاستهداف فعلا لترامب، لماذا لا يستهدف بشكل مباشر؟ لماذا يطلق النار في محيط ملعب جولف؟
يعني هو كان هذا ملعب الجولف ينتمي لترامب، وترامب كان حسب الاخبار المتداوله من الاعلام الامريكي ويقولون ان الرئيس ترامب كان يمارس رياضه الجولف وهو في نفس المكان الذي تم اطلاق النار فيه. فهذا يعني اكبر مثال بان الرئيس ترامب مستهدف. تم استخدام الرئيس ترامب ايضا في بعد بضع مليمترات من المسافه عندما تم استهدافه وجاءت في اذني، كان المفترض ان تكون في راسي. فبالطبع الرئيس ترامب مستهدف استهداف كبير، هذا ليس بكلامي، هذا بكلام تقارير استخباراتيه، تقارير امنيه من وزاره الامن القومي، من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فيعني هناك كثيرا من المخاطر ايضا، ليس فقط بحمايه وسلامه الرئيس ترامب، نتحدث على ان هناك مخاطر او قلق من اجهزه الاستخبارات الامريكيه بان يكون هناك اعمال عنف مصاحبه للانتخابات في عام 2024. وهذا ايضا ليس بكلام، هذه تقارير استخباراتيه من وزاره الامن الداخلي تم اصدارها في اغسطس او سبتمبر العام الماضي. فكل هذا عندما نضع في نقاط مع بعضها، نعلم جدا ان هناك كثير من المخاطر تحيط بالعمليه الانتخابيه بشكل عام، ولكن بشكل خاص هناك كثير من المخاطر. عندما ايضا نتحدث عن المخاطر، ليس فقط مخاطر امنيه او مخاطر شخصيه، نتحدث عن مخاطر خاصه بالتاثير التكنولوجي. يعني نتحدث عن ان ايران كانت وراء على عمليه الاختراق للرئيس ترامب، هي من قامت باختراق لحمله الرئيس ترامب وتسريب وثائق سريه عن حملته وعن السياسه الداخليه والسياسه الخارجيه للرئيس ترامب وتصديرها للصحف الامريكيه وابرزها البوليتيكو. فكل هذا بالطبع يعني تجد ان الرئيس ترامب مستهدف ليس فقط على الوضع الداخلي او الوضع الامني، ولكن ايضا على الوضع التكنولوجي من دول مثل ايران. شكرا جزيلا لك من واشنطن ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الاوسط للسياسات، لوجودك معنا في هذه التغطيه.